السلام عليكم. الموقع ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، مجرد بس تقول له انت عايز تتعلم في ايه هو يبدأ يقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض ان انت تتعلمها، ايه الاجزاء. يعني انا عايز اتعلم مثلا نانو تكنولوجي، مجرد ان انا بكتب له نانو تكنولوجي واقول له ستارت ليرنينج، فهو بيقول لك ان انت عندك النانو تكنولوجي مقدمة عنها، في عندك الماتيريال، في عندك الفابريكيشن، في عندك الابليكيشن. طيب انا عايز المقدمة لسه، فبيقول لك سجل، فهو هيبدأ يقول لك ايه مقدمة للنانو تكنولوجي، اقول له ستارت ليسون، فيبدأ يجيب لك مقدمة عن الموضوع، عايز امثلة يجيبها لك، عايز اسئلة يجيبها لك، عايز يلخصك الموضوع يجيبها لك، فبيساعدك جدا جدا في التعليم. خلصت دوت هتروح معلم عليه وتروح داخل بقى ايه في تاريخ النانو تكنولوجي وهكذا، فهينظم لك الافكار. انا ممكن اكون سمعت عن تكنولوجيا جديده بس مش قادر اعرف ايه، سمعت مثلا عن الذكاء الاصطناعي، طب ابدا منين واروح لفين وايه هي التطبيقات اللي موجوده، فهو خلاص بتيجي هنا وتقول له انا عايز اخش في اعرف التطبيقات، عايز اعرف كذا، طب عايزك تمتحن ان انا فهمت الموضوع ده ولا لا. فموقع ممتاز جدا ان انت تعرف معلومات عن علم معين، ممكن تقول له طب بسط لي الموضوع، طب امثله، طب اسئله، طب وهكذا.